صافي. أكيد جاي يكمل عليا. يمكن عارف إني جيت. هترجع ولا لا؟ أيوة 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 دي عوة. اتفضل يا ماما. الجمعين عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أديلكم سنين ما تجمعتوش انتوا الثلاثة. بس خلود لسه واصلة يا بابا. خلود واصلة من زمان، من ساعة ما سافرت شرق وهي اتغيرت. لا عاوزة تاجي البيت ولا عاوزة تسأل على حد. للدرجة دي البحر بينسي؟ مش كل اللي على البحر مستريحين يا بابا. حضرتك عارف الشغل هناك عامل ايه؟ ما انت لو كنت تركزي مع جوزك وتعجليه وتخليه يسيب الشغلانه العفشه اللي هو فيها دي ويشتغل معاك في الفندق كان يبقى احسن وابرك من شغلك لحالك. ولا انت ما صدقتي؟ حمزه مش ولدك لحالك يا أمينة. حمزة ولداني مهما قلت ما تعرفيش حزني وحسرتي على حمزة قد ايه. لكن أنا ما قادرش أسيبكم بناتي لحالكم، ما قادرش اسيبكم لزكية، ما قادرش اسيبكم لحكم وعياله. يمكن لو كنتوا مستريحين مع خلف وعطية يمكن ما كنتش عملت، لكن انا مراقبهم، مراقبهم زين، عاوزين موتي بأسرع وقت. يحلموا بجنازتي بعد الشر. عاوزين يسكتوا صوتي. أنا لو هتجوز هتجوز عشانكم أنتوا مش عشاني. ما قدرش أسيب غنيمة يوم واحد لزكية. أمكم طيبة وزكية عقربة، والأيام الجاية ما عاوزاش ناس طيبين. بس يا بابا في الحقيقة اسكتي. دورك جاي، دورك جاي يا خوا جاي. اللي لسانك اتعودك على المزيكا أو رجلك جات على الاستوديوهات. أيوة يا بابا بس اسكتي. فكراني مش دارب حاجة ولا خلاص أشغالي نسدني؟ أبوك يضرب دبة النملة. وقبل ما تغمض عين أي واحدة فيكم بقول لها تصبحي على خير. عاوزين إيه يا أمينة؟ عاوزين تورثوني؟ ما انتم وارثيني من غير حاجة. ولا العمارات اللي جوزك رايح جاي عليها دي مش ورث؟ ها؟ أنا كاتب لكل واحدة فيكم اللي مكفير وانتوا عارفين. مأمن لكل واحدة فيكم مستقبلها وحياتها وانتوا عارفين. الأرباح بتتوزع عليكم انتم الأربعة غنيمة.
وخلود وصافي وأمينة. عاوزين ايه تاني؟ عاوزين تحجروا على ابوكم زي الحوادث والمجلات؟ عاوزين تخربوا العمار؟ عاوزين ايه من ابوكم؟ ابوكم اللي بيفكر فيكم ليل نهار، ولا عاوزين حكم وعطيه وخلف ينفذوا ويعملوا اللي بتقول عليه زكيه؟ تبقوا خايبين. انا بعون الله، بعون الله ادور مليون واحده زي زكيه. بس ساكت عشان كنتوا الاثنين. عشان ما فيش واحده فيكم تتطلق وتقول ابويا سابني لحالي. عشان ما فيش واحده فيكم تقول ابويا سابني من غير حمايه. طلعوا، طلع النفوس العفشه اللي في قلوبكم، لا تولع فيكم قبل ما تولع في اي حد تاني. حضرتك بتجيب الكلام ده منين؟ احنا زعلانين علشان حمزه، زعلانين علشان امنا، زعلانين علشان البيت اللي اتخرب، مش زعلانين علشان فلوس ولا ورث ولا اي حاجه خالص ولا حتى جواز. احنا خايفين انت تتغير. اتغير؟ قصدك اخلف واديه ونسني؟ ها؟ مش كده يا خلود؟ مش كده يا صافي؟ بدل ما تدعوا لابوكم مرته تجيب واد عشانكم انتوا قبل اي حد تاني. الواد ده هيحميكم انتوا يا بنات الجامعه يا متعلمين. ولا انا غلط؟ ولا علمتكم ليه يا خلود؟ من كتر ما شايف غيرتكم مكسوف ابص في وشكم. دي أمينة؟ دي أمينة اللي شلتك على يدي؟ ولا حد غيرك؟ أمينة؟